وزي كفن تبع الموجة. حكيت على خدمة مع مرتضى ومع سانفرا ما انولي البروجي ما. علاش مسحش هادي مسحش؟ شو اللي يخليه ما يصحش؟ ولا يخذي برشا وقت والولاد يخدموا وين نحب نهبط، وكما قلت لك معناها الالبوم كامل مكتوب وبرز كل نهارين ثلاثين يمشي نسجل ونبدا، معناها نحب نلم ونهبط فرد مره، فهمت؟ وبتاع البروجي وخذي وقت معناها عشيه يجي كل واحد يصب فيهم الخدمه نتاعه ويمشي، معناتها ماهيش يعني ليه يعني ليه بالك شي اخويا توجي حاجه ما خير جاي خير يا اخويا. انت اليوم اقرب بالمرتضى ولا السنفرة؟ ولا كيف في زوج حبايباتي زوج اقرب لك؟ الاقرب لك شو معنى اقرب لي؟ معناها الاقرب لك الاقرب لي مرتضى ولد حومه معناها من سوسه، فهمت؟ تنجم تخدم معاه فيت باش نبرمج انا وياه باش نشدو معاه. وبالنسبه للسنفرة كيف 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 تو نبرمجوا حاجه ما خير يا اخويا. معناها اسمع راهي الموسيقى راهي ما تتربطش هذه، راهو ما كان جات جات، كان ما جاتش تو نحن نعملوا حاجه اخرى، فهمت؟ معناها ماشي بالسيف لازمنا نمنعوه الانستري هيك ولا البروجي هذاك لازمنا بالسيف نخدموه، ما جاتش عادي يا اخي. صارت لي برشا مرات معناها، فهمت؟ سواء في برودوي نتاعي يعني وفي البرودوي نتاع العباد. مش خساره انه لما جيجيا سانفرا مرتضى يا اخويا الغالب بالك شي نعاودوا نتلموا في بروجي مخير.